لقدام بصنا على طول للمستقبل، رفعنا راسنا للخير نعمل وما فيش حاجة هتوقفنا. قادرين على أي تحدي لو إيه كان صعب يعدي. مصر كبيرة وفوق الكل شوف في كم حلم حققناه. تحيا مصر الجديدة كل الخير هيكون فيها. تحيا مصر الجديدة الكل هيحسدنا عليها. أهلا بيكو، حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر الجديدة. وفي مصر الجديدة احنا حققنا المعجزات، احنا قضينا على الارهاب، وفي نفس الوقت عملنا تنمية ومشروعات، وصلنا لأماكن ومحافظات كان صعب الوصول ليها، محافظات عانت من الإهمال والإرهاب والتهميش على مدار سنين طويلة. سيناء أرض الفيروز، أرض الأنبياء المقدسة اللي تجلى فيها رب الوجود، بوابة مصر الشرقية، واللي بسبب ضعف التنمية والإهمال فيها لسنين طويلة جعلها منطقة جذب للإرهابيين. شهدت تحالفات إرهابية وتمويلات ضخمة بعد سقوط جماعة الإخوان، وكانت سيناء في قلب خطة إرهاق الأمن المصري وبوابة لأحلام الإرهابيين إنهم يسيطروا على أرضها. تحدي خطير وكبير واجه مصر لسنين، تحدي مصر قدرت تنجح فيه بقيادة الرئيس السيسي وحققت الاستقرار والتنمية، نموذج تاريخي كل العالم أشاد بيه في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدار التسع سنين اللي فاتوا. نجحت مصر فيهم في القضاء على الإرهاب وتحقيق تنمية غير مسبوقة، إرادة سياسية حقيقية حققت المستحيل، وانطلقت بعد ما الرئيس السيسي قال عن سيناء إنه آن الأوان علشان تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونمو وعمران يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء. ومن هنا وفي يونيو 2014 أعلن الرئيس عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كل الأصعدة أمنياً وعسكرياً، وده كان من خلال عمليات القوات المسلحة لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، واقتصادياً وده عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وزراعة وتجارة، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى بتزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات وتقربها من قلب الدولة. إنجاز غير مسبوق وبتكلفة فوق الخيال، أكتر من 700 مليار جنيه تم البدء في تنمية سيناء بأكتر من 450 مشروع قومي ضخم، وفر الآلاف من فرص العمل وكان في خدمة التنمية وخدمة أهلنا في سيناء. ومن قناة السويس الجديدة كانت انطلاقة الدولة بالمشروعات العملاقة، خطوة مهمة في التنمية. وعلشان تحقق التنمية بشكل كامل كان لازم يكون في شبكة طرق قوية تربط سيناء بكل محافظات مصر، ومن هنا كانت أنفاق قناة السويس بواقع 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة لتنفيذ 5 كباري عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع. كباري عملاقة وشبكة واسعة للطرق الجديدة وصلوا ل69 طريق بإجمالي طول تجاوز 3000 كيلومتر، ده غير مشروع القطار الكهربائي السريع اللي هيربط مدن القناة بباقي محافظات الجمهورية، ده غير تطوير ورفع كفاءة 8 مواني بحرية بجانب تطوير 4 منافذ برية، وتطوير عدد من المطارات وإنشاء مطارات جديدة زي مطار البردويل الدولي. عايز أقول لكم إن الفترة الجاية دي إحنا هنتحرك إن شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدكم فيها، ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلنا في سيناء إن الدولة المصرية بتشتغل بهمة، لأن ما بقاش في عذر بقى.
تجس الدولة كلها بالكامل، تعليم وصحة وغيره، مطلوب انها تبقى موجودة بكثافة اعلى مما كانت عليه. احنا واحد، احنا مصريين، ودي بلدنا ودي ارضنا، نخلي بالنا منها ونموت عشانها. ومش بس معركة التنمية اللي قامت بيها الدولة، الدولة كمان اهتمت بالجانب السياحي، وبيتم إنشاء مشروع التجلي الأعظم لسانت كاترين ومتحف شرم الشيخ اللي بقى مزار سياحي عالمي. وعلشان السكن هو أهم حق لأي مواطن، تم تنفيذ أكتر من 131 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ده بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، وده علشان تبقى سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة. ده غير إنشاء مدن جديدة زي الإسماعيلية الجديدة وكمان مدينة رفح الجديدة. ولأن التعليم هو أساس البناء، وضمن خطة الدولة الطموحة للتنمية يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية، بالإضافة إلى 7 مدارس يابانية. أما التعليم الجامعي، عايز أقول لكم إنه تم بدء الدراسة فعلياً في 4 جامعات أهلية. كمان تم إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد وبدأت الدراسة بيها، ده غير إنشاء 14 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، وإنشاء جامعة شرم الشيخ الخاصة، وتطوير جامعة العريش بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه. كمان تم إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهي جامعة السويس بأبو رديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه. زي ما تم رفع كفاءة المدارس في سيناء، كمان تم إنشاء وتطوير أكتر من 42 مستشفى و214 مركز ووحدة صحية، ده غير إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال مصر، ومخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش. ومن ضمن الإنجازات، حصلت طفرة غير مسبوقة لدعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي والمشروعات البترولية، ده غير إمداد أهالي سيناء ومدن القناة بالكهرباء، واللي تم زيادة قدرتها الكهربائية ل 420 ميجا وات، ده غير تطوير كل الشبكات والمحولات وتقديم الخدمات الحكومية المميكنة. عاوز أقول لكم إن سينا كان ليها النصيب الأهم بأكبر مشروعين لعلاج مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط، وأكبر محطة صرف صحي في العالم، وهي محطة صرف بحر البقر، واللي تم تسجيلها في موسوعة جينيس. ولأن مياه الشرب كانت غير صالحة للشرب في سينا، تم إنشاء أكتر من 50 مشروع جديد لتحلية وتنقية المياه، واللي بيهم وصلت تغطية مياه الشرب في سيناء ل 98% بعد ما كانت 84% في 2014. ده غير صحارة سرابيوم اللي بتنقل المياه العذبة من غرب القناة لشرقها، واللي بيتم استخدامها للزراعة، واللي معاها زادت الرقعة الخضراء ل 500,000 فدان. مش بس كده، ده تم إنشاء مزارع سمكية هي الأكبر من نوعها، زي مشروع الفيروز ومشروع هيئة قناة السويس للاستزراع السمكي، ده غير مصانع الأسمنت والرخام، استثمارات ضخمة حصلت في سيناء، وبعد ما كانت جاذبة للإرهاب بقت جاذبة للاستثمارات بعد إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي هتبقى محور للتجارة العالمية. الأرقام بتزيد في كل لحظة، التنمية مستمرة في كل دقيقة. سيناء حلم وطن اتحقق بإيدين ولادها، إنجاز بيحتاج عشرات من السنين لتحقيقه، اتحقق في أقل من 9 سنين، وأرض اتحولت من الإهمال للاستثمار والتنمية. نصيبها من الدخل القومي وصل ل 4.5%. تنمية ما كانتش هتحصل
لولا مواصلة الليل بالنهار لعبور الجسر ما بين التحديات والإنجازات. وهي دي مصر الجديدة اللي انتصرت على الإرهاب وصنعت المعجزات.